बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज बुध के दिन किसी भी वक्त ये दुआएं लाजमी पढ़ें, बड़ी से बड़ी हाजत पूरी होगी, हर परेशानी खत्म होगी। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी दुआएं सिखाने वाला हूँ जिनको आज के दिन पढ़ के हैरानकुन कमालात और करिश्मात है। ये दुआएं आपकी हर परेशानियों को खत्म करेगी, ये दुआएं आपकी हाजतों को पूरा कर देगी। अगर कोई ऐसी हाजत है जिसके लिए आप बेशुमार वज़ाइफ कर चुके हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो रही, तो आप आज के दिन इन दुआओं को पढ़ें और उस हाजत के लिए हाथ उठाकर अल्लाह पाक से रो रो कर दुआ मांगे। इन दुआओं के सदके अल्लाह पाक आपकी उस हाजत को पूरा फरमाएगा। अगर गमों से छुटकारा चाहते हो, अगर आप दुखों से निजात चाहते हो, बीमारियों से शिफा हासिल करना चाहते हैं, तो आप इन दुआओं को लाजमी पढ़ें, खुद भी पढ़ें और दूसरों तक भी इस वीडियो को शेयर करें। तो आइए दोस्तों, दुआएं समाअत फरमाइए। अगर मुमकिन हो तो ये दुआएं मेरे साथ एक मर्तबा जरूर पढ़ें। या मुसब्बिबल असबाब हसबुनल्लाह व निअमल वकील अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم سبحان رب العالمين سبحان الجبار المتكبر رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم سبحان الملك القدوس سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمته يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل اسم لا تدع لي ذنب إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار أستغفر الله صلى الله عليك يا نور يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اغفر لي وارحمني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الغني العظيم سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى
سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم سبحان رب العالمين سبحان الجبار المتكبر رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم سبحان الملك القدوس سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمته يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل اسم لا تدع لي ذنب إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار أستغفر الله صلى الله عليك يا نور يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك
रब्बना ला तुआहिदना इन नसीना औ अख्ताना, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउन अलीम। अल्लाहुम्मा अग्फिर ली वरहमनी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुन करीम। तुहिब्बुल अफ्वा फ़ाफ़ु अन्नी, अल्लाहु लतीफ़ुन बिइबादिही यरज़ुकु मन यशाउ व हुवल कवीउल अज़ीज़। يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الغني العظيم سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم سبحان رب العالمين سبحان الجبار المتكبر رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم سبحان الملك القدوس سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمتي يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस दुआ को जरूर पढ़ लीजिएगा। और मजीद इस तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल वज़ाइफ उम्मीद की किरण को जरूर सब्सक्राइब करें। तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि अल्लाह पाक के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। शुक्रिया।